مركم. صار في تجمعات للمستوطنين اجونا من الجهه الشماليه مدخل البلد الشمالي، فصار في استغاثه من سكان البيوت اللي على المدخل الشمالي، والحمد لله رب العالمين يعني طلع مع الشباب اللي طلعوا يعني على اساس انه يعني يحاموا عن هالدور، وبتعرف ما بيقدر الواحد يوقف مكتوف الايدي يعني، والحمد لله كان نصيبه انه رصاصه واحده. Let's go.